الله تعقد هذه الطاولة المستديرة الموسومة الأبعاد التنموية والاقتصادية للتعداد العام للسكان كجزء من نهج ودأب مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في إقامة مثل هكذا حواريات وندوات تخصصية في شؤون الثقافة والفكر والاقتصاد. واليوم نحن مع واحد من أهم قضايا الساعة، مسألة التعداد العام للسكان أخذت أبعادا سياسية واقتصادية كثيرة وكبيرة في المشهد العراقي. نحن في هذه الطاولة لا نريد أن نركز على البعد السياسي والتداعيات السياسية لقضية التعداد العام للسكان بقدر ما نركز على الأبعاد الاقتصادية. والكل يعرف أنه بعد التغيير العاصفة الذي حدث في العراق عام 2003 حدثت تغييرات ديموغرافية كبيرة وهائلة في العراق. الحاجة الملحة الآن والضرورة الملحة تكمن في إيجاد قاعدة بيانات واسعة جديدة ممكن أن تكون المرتكز الأساسي والفعال في رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية. لا أريد أن أسهب في الحديث لأن ورقة العمل المعدة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء ستتحدث بشيء من التفصيل عن هذه القضية. هذه الندوة تقام بالتنسيق المباشر مع الجهة المشرفة إشراف مباشر على عملية التعداد العام للسكان، تقام بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء، ونحن باسم مؤسسة المدى نثمن عاليا تفاعل الجهاز المركزي السريع حقيقة في إقامة هذه الندوة، ونشكر تفاعل الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في عقد هذه الندوة. الآن نستهل هذه الطاولة بعرض مقتضب لوكيل وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. وفي البداية لابد من تثمين جهد مؤسسة المدى لإقامة هذه الجلسة التي نعتقد بأن إثارتها في هكذا أروقة تعصف بالتعداد عما يراد أحياناً له أن يعصب به إلى أبعاد سياسية غير تنموية أحياناً. فالتعداد كما هو معروف عمل تنموي هدفه الأساس والعام هو توفير قواعد بيانات عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديموغرافية التي تخدم راسمي السياسات ومتخذي القرارات. وإذا كنا في الجهاز المركزي للإحصاء وفي مؤسسات الدولة الأخرى وحتى في منظمات المجتمع المدني نوفر أحياناً قواعد بيانات عن بعض الظواهر والخصائص الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في الجهاز المركزي للإحصاء الذي إن تابع حضراتكم نشاطاته سيقف على الكثير من المسوح والإحصاءات التي نفذناها والتي أطلقناها على مدى عمر الجهاز، ولا سيما في السنوات الأخيرة حينما أتيحت إلينا الكثير من الظروف، أقصد ظروف العمل المناسب فنيا وماديا، فأطلقنا وأنجزنا مسوح إحصائية مهمة جدا وفرت قواعد بيانات. لكن الفرق بينما توفره هذه المسوح وبينما يوفره التعداد تقترن بمستوى التمثيل أو القدرة على تمثيل أصغر الحلقات في عناوين البحث والتحليل. ففي المسوح الإحصائية غالبا ما نأخذ عينات من المجتمع ونحرص أن تكون هذه العينات عشوائية ونحرص أن تكون ممثلة للمجتمع، لكن مستوى التمثيل يختلف من مسح لآخر حسب حجم العين الذي نختاره. فكما تعرفون
كلما زاد حجم العينة كلما تمكننا من تمثيل الظاهرة على مستوى تشكيل أصغر. ففي بعض المسوح نطلق بيانات على مستوى العراق، وأحيانا نوفر بيانات من هذه المسوح على مستوى المحافظات، ومن النادر أن نوفر مؤشرات تنزل على مستوى الأغطية، لأننا كلما دخلنا في تفصيل آخر كلما تطلب ذلك أن نزيد من حجم العمل. فعادة المسوح الإحصائية ليس في العراق فحسب، وإنما في كل دول العالم تقترن باختيار عينات بالغالب تفلح في أن توفر مؤشرات على المستوى الوطني وأحيانا على مستوى المحافظات والأقضية. هنا نقطة الافتراق مع التعداد أو نقطة الاختلاف. التعداد يوفر مؤشرات على مستوى أصغر تشكيل، فإذا أردنا أن نعرف خصائص أي ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو سكنية على مستوى المحافظة أو القضاء أو الناحية أو المحلة أو القرية، سيكون ذلك متوفراً من نتائج التعداد العام للسكان. لذلك التعداد ميزته الفريدة هو أنه يوفر قاعدة بيانات، ولكن على أدنى مستوى من التفصيل أو أوسع مستوى من التفصيل المطلوب بدلالة جغرافية أو بدلالة المؤشرات نفسها. وتنفذ التعدادات كما تعرفون بدورية منتظمة في دول العالم. في كثير من دول العالم ومنها العراق ينفذ مرة واحدة كل 10 سنين. ومن يكبرنا بالعمر يعرف أن العراق نفذ التعدادات في الثلاثينات والأربعينات وفي العشرينات أيضاً، فضلاً عن تعداد 57. وأنا مطلع على القوانين التي صدرت في ذلك الوقت والتي تشير إلى الدورية. يعني في تعداد 47 يشار إلى أن التعداد عملية يراد منها جمع البيانات على دورية منتظمة مرة واحدة كل 10 سنوات. فالعراق في الحقيقة من الدول الرائدة في المنطقة، خصوصاً في المنطقة العربية، في انتظام التعدادات العامة للسكان. فنفذ التعدادات الحقيقة بأعوام، التعدادات الرئيسية أقول بأعوام 27، 34، 47، 57، والتعداد 65 جاء قبل موعده بسنتين لاعتبارات محددة. ثم هذه التعدادات لم تكن تنفذ من قبل وزارة التخطيط، إذ لم تكن وزارة التخطيط أصلا موجودة، كانت تنفذها وزارة الداخلية أو ما تسمى بال 57 بوزارة الشؤون الاجتماعية. بعد تأسيس وزارة التخطيط وتشكيل الجهاز مركز الإحصاء، بدأ الجهاز ينفذ التعداد منذ عام 1977. وهنا بدأت نقطة الافتراق بين هدف التعداد سابقاً وهدفه عندما تولت وزارة التخطيط تنفيذه. سابقاً كان الهدف الرئيس من التعداد، فضلاً عن جوانب أساسية في توفير البيانات لتخدم الخطط، كان الهدف الحقيقة الوصول إلى معلومات قيدية تستخدم في سجلات النفوس. ولذلك نحن نتشبث الآن بنفوس أو تعداد عام 57، لأن الكثير من القرارات الإدارية أو التنظيمية صدرت بدلالة هذا التعداد. ولكن منذ عام 77، حيث نفذ الجهاز مركز الإحصاء أول تعداد بمسؤوليته المباشرة، اختلف توجه التعداد، فأصبحت أهدافه مثل ما بينت في البداية توفير قواعد بيانات تخدم راسمي السياسات ومتخذي القرارات، ولم يعد لمسألة القيود، قيود النفوس أو الأحوال المدنية صلة لها بموضوع التعداد العام للسكان. حتى مع استخدامات خاصة استخدمت لتعداد 77، الحقيقة كانت استخدامات أهدافها الحقيقة ليست تنموية، وإنما في الغالب كانت مرتبطة ببعض الجوانب التنظيمية. فشفنا مثلا أن تعداد 77 استخدم لأغراض تأييد إمكانية السكن في بغداد. عندما حصل اكتظاظ سكاني كبير في بغداد، صدر قرار بأن لا يجوز تملك الأفراد أو الأسر إلا من كان مسجلاً في تعداد عام 77 في بغداد. والحقيقة هذا هدف خارج عن الأطر التقليدية أو المنهجية في التعدادات العامة للسكان، لا يزج بالتعداد عادة في مثل هكذا قرارات. ولهذا أنا في 87 كنت مشرف على التعداد في مدينة الصدر، ودخلنا أحد البيوت وجدنا بيها حوالي 7 أسر، كل أسرة على سجل كامل، يعني استمارة كاملة. وفهمت من الموجودين أنهم بشكل صريح أنهم من أهل العمارة،
بس بما أنه جماعة اللي يجوا هنا بعد 77 ما قدروا يسجلوا بيوت، خاف اليوم ننتقل إلى بغداد، عندنا تقييد تسجيل لتعدادنا في بغداد. فبينا لهم في وقتها أن هذا القرار اتخذ مرة واحدة، وبعد ليس من المتوقع أن نرجع أن نستخدم تعداد 87 أو 97 لأن صارت أصبحت واضحة. فلذلك لما يعني يتوجه التعداد لاتجاهات غير اتجاهات تنموية تخطيطية واضحة ينحرف عن مساراته. فتعدادات 77 87 97 تعدادات كانت أهدافها ليست قيدية، أهداف تخطيطية تنموية. وبعد سقوط النظام وكما تعرفون كانت هناك تحولات ديموغرافية اقتصادية اجتماعية كبيرة، وكان هناك توجه منذ نهاية عام 2003 إلى تنفيذ تعداد مبكر، وفعلا خططنا في البداية لأن ننفذ التعداد في شهر تشرين الأول من عام 2004، وبذلنا جهود حثيثة وسريعة. ولكن كما تعرفون كانت هناك هيئة عليا للتعداد وفيها ممثلين من وزارات ذات علاقة، وزارة الداخلية بعد أن بدأت موجات العنف والاضطرابات ترتفع الحقيقة أبدت عدم استعدادها لدعم إجراءات التعداد موقعيا أو ميدانيا، فصرف النظر عن تعداد عام 2004 وبدأنا نفكر بتعداد عام 2007، وأيضا عملنا لفترة طويلة ثم جرى نفس التأكيد، وتعرفون أنتم ظروف عام 2006 و2007. ثم صار إصرار على تنفيذ التعداد في 2009 وصدر القانون رقم 40 لسنة 2008، وطبعا بموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب وبصدوره من هيئة الرئاسة ونشره في جريدة الوقائع الرسمية. أنا الحقيقة الموضوع سأوزعه بيني وبين زميلتي السيد ثناء المدير العام للشؤون الفنية في الجهاز مركز الإحصاء، سأتحدث قليلا عن الأبعاد الاقتصادية والتنموية، ثم ستتناول السيد ثناء مؤشرات أساسية ذات صلة بالتخطيط والتنمية في جوانب الديموغرافية التعليمية، في العمالة والبطالة، في الإعاقة، وفي بعض خصائص السكن. هذه حقيقة مقدمة، أريد أحيط حضراتكم لماذا تأخرنا لتعداد عام 2007 لعام 2009. وباختصار، وأستاذ عباس أشار إلى أننا سوف لا نزج أنفسنا بالجانب الجوانب السياسية وغيرها في التعداد، وفعلا يعني سأركز على الأبعاد التنموية، ولكن لمعلومات حضراتكم ونحن في جلسة محترمة أشير إلى أن التعداد كما هو مقرر أن ينفذ في 24/10/2009، وكل استعداداتنا كانت قائمة على هذا الأساس. لو تلاحظون يعني الاستعدادات المنفذة وإن كان بشكل هادئ وغير ملموس في بغداد وفي المحافظات، لدينا أبنية مجهزة لكل متطلبات التعداد، وفي المحافظات هيئنا نفسنا سواء على جانب الكادر البشري أو الإمكانات المادية، وللأمانة هناك موازنة مالية جيدة يعني حددت للتعداد. في خلال الأشهر الماضية حصل نقاش شديد في موضوع إمكانية تنفيذ التعداد في موعده، وتعرفون أن التعداد ما لم يقترن بمباركة واتفاق الأطراف بشكل عام نعتقد أن معدلات الاستجابة ستتأثر وقد تنحرف بعض المسارات فيه، فتغيرات الديموغرافية في بعض المناطق. وبإزاء ذلك مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع وطلب من وزارة التخطيط أن تقدم بدائل تحاول من خلالها أن تواصل عمل هذا التقرير خلال ممكن الأسبوع المقبل لكي يتخذ القرار المناسب. لكن توصيتنا كانت واضحة، الدور والمباني والمحلات، وفي خلال هذه العملية سننتظر قرار التعداد. فإذا ما أجل التعداد لأي وقت آخر خلال 2010 نكون نحن مستمرين في عمليات الترقيم والحصر، ونستعد أيضا لعملية العد السكاني. هذا باختصار هو واقع أو وضع التعداد في الظرف الحالي، ولكن في كل حالات نحن مستمرون في إجراءاتنا. أدى الآن باستخدامات التعداد في مجالات التنمية. بالحقيقة الكثير من الناس بشكل عام، ولا أقول المتخصصين والفنيين، يتصورون أن جهدنا في الميدان هو يوم حظر التجوال عندما تملأ استمارات التعداد العام للسكان.
ولكن كما بينت قبل قليل أن العمود الفقري للتعداد هو عملية الحصر والترقيم. لدينا سجل نسميه سجل الحصر والترقيم، نجمع فيه معلومات تفصيلية عن كل مبنى موجود في على مستوى كل المناطق الحضرية والريفية. ولذلك هذا العمل يستمر في الميدان حوالي شهرين، في حين عملية التعداد تستمر يومين أو يوم أو ثلاثة. فهذه العملية بالحقيقة هدفها الأساس أن توفر أطر للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. من هذا الحصر سنستطيع الوصول إلى عدد المنشآت ليس فقط كعدد مطلق، وإنما بدلالة الاستخدامات أو الأنشطة التي تزاولها هذه المنشآت، عدد العاملين فيها، هل هذه المنشآت متوقفة، هل أنها متوقفة بشكل جزئي. فبعملية الحصر والترقيم بالحقيقة سنهدف إلى توفير أطر لكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وبصراحة أقول لكم أنني كإحصائي أنظر لنتائج الحصر والترقيم بدلالات المهمة بشوق أكبر مما أنظر إلى في إطار أعداد السكان وتوزيعاتهم، لأنه الآن أي واحد يسألني عن عدد السكان، عندنا تقديرات سكانية نبنيها على أسس وفرضيات إحصائية معتمدة دوليا، ولدينا أيضا معلومات البطاقة التموينية، وبإمكاننا أن نصل إلى أعداد تقريبية للسكان وأن نوزعهم حسب الفئات العمرية بدلالة ما يتوفر لدينا من مسوح و يعني إحصاءات. ولكن الحقيقة توفير بيانات عن الأطر الاقتصادية وأعداد المنشآت، وهل هي متوقفة أم لا، هل هي منشآت كبيرة أم متوسطة أم صغيرة، هذه الحقيقة هي التي تعذر تحديث بياناتها منذ تعداد عام 1997. كل ما لدينا من الأطر قديمة ولم تعد ممثلة للواقع، لا سيما بعد التغيير الكبير في هيكل ونمط الاختصاص الذي تمارسه هذه المنشآت. تعرفون حضراتكم كثير من المنشآت الصناعية تحولت إلى منشآت تجارية أو إلى منشآت خدمية. ولذلك حتى نقف على المستوى الاقتصادي والتنموي للبلد، لابد أن نعرف توزيع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. هذا الذي سنوفره من خلال عمليات توفير أو من عمليات الحصر والترقيم. في مجال الحسابات القومية، الجهاز المركزي للإحصاء يختص بإصدار بيانات الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص يعني مؤشرات الحسابات القومية اللي يقف في مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وتكوين رأس المال الثابت. ونرى أن الكثير من إخفاقات العمل في الحسابات القومية مرتبط بقدم كما بينت بقدم المؤشرات أو الأطر الاقتصادية. أحيانا مثلا ننفذ في الجهاز المركزي للإحصاء مسحا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو الكبيرة أو المتوسطة، ولا هذا طبعا نأخذ عادة عينات من عنده، يعني تعرفون المنشآت الصناعية الصغيرة بعشرات الآلاف، تأخذ عينة أفرض من 500 أو 1000 منشأة. الآن تريد أن تكبر بيانات هذا القطاع لكي تصل إلى القيمة المضافة التي يخلقها هذا القطاع. إذا تعذر عليك أن تجد عدد المنشآت الصناعية الدقيق، ستكون تقديراتك في الحسابات القومية غير دقيقة. لذلك في استخدامات الحساب القومية سيفيدنا في تقدير الإنفاق الاستهلاكي العائلي السنوي وفي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي. وكما تعرفون هذا المؤشر هو المؤشر الأساسي الذي يقارن به مستوى المعيشة بين البلدان. في تقرير التنمية البشرية الدولي، في كل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دائما نجد البير كابيتا انكم او بير كابيتا جي دي بي، اللي هو نصيب حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. نعم لا يمكن ان اقارن الدولار في العراق او القوة الشرائية للدولار في العراق بالقوة الشرائية للدولار في امريكا او في قطر. قطعا الدولار عندنا يعني القيمة الشرائية للدولار عندنا افضل من قيمتها في امريكا او في بعض دول الخليج. لذلك هناك تعديل يحصل على هذا النصيب يسمى التعادل بالقوة الشرائية للدولار. هناك طريقة يعتمدها صندوق النقد الدولي من خلال المستوى العام للأسعار الذي نوفره من خلال دراساتنا. من خلال المستوى العام للأسعار نحول دولارنا إلى دولار معادل بالقوة الشرائية،
والعراق الحقيقة دخل في نظام المقارنات الدولية، ونحن الآن عندما نقدم متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى صندوق النقد الدولي يعاد حسابه بطريقة القوة المعادلة، طبعاً اعتماداً على مستوى الأسعار السائد عندنا. فالحقيقة نصيب الفرد لا يمكن أن نحدده بشكل دقيق ما لم يكن لدينا عدد سكان دقيق. أشرت إلى توفير الأطر اللي ساعد في إجراء المسوحات، ومؤشرات الحسابات القومية بالحقيقة ما زلنا في العراق متخلفين في هذا الجانب، لأننا نركز على الجانب الوطني فقط. يعني نعرف مستوى المعيشة بشكل دقيق على مستوى عموم العراق وعلى مستوى المحافظات من خلال المسوح، أما الحسابات القومية فالحقيقة تتطلب بيانات على مستوى تفصيلي على مستوى العد العام لكي تصل إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى المحافظات والتعداد، في وسيلة مهمة تساعدنا في هذا الجانب. أيضا الحسابات القومية تعد ما يسمى بالموازين السلعية، لكل سلعة هناك ميزان، من جانب نجد الإنتاج الاستيراد التغير في الخزين، ومن جانب الآخر الصادرات والاستخدام، ومن خلاله نعرف ميزان كل سلعة من السلع. أيضا التعداد يوفر بيانات تفصيلية عن مستوى المهن على مستوى الأفراد، ونعرف مستوى التأهيل الحاصل في هذه المؤشرات. هذا جانب الحقيقة من أنشطتنا في عمليات الترقيم والحصر اللي تمت بتعداد تجريبي نفذناه في نهاية شهر 5 في 6 محافظات، هي نينوى والقادس، نينوى والنجف وذي قار وبغداد وديالة والسليمانية. هذه نماذج من التجارب اللي نفذناها. نأتي الآن في مجال توزيع الثروة. أيضا كثيرا ما كما تعرفون وحتى الدستور أشار إلى أن ثمار التنمية وتخصيصاتها يفترض أن توزع على قاعدة التوزيع النسبة السكانية وعلى قاعدة المحرومية. وأود أن أشير هنا في هذه الجلسة إلى أن الجهاز مركز الإحصاء يعني التفت إلى إشارات الدستور بشأن توزيع ثمار التنمية والأخذ بنظر الاعتبار مستوى المحرومية، وأعددنا تقريرا مهما أسميناه خارطة الحرمان في العراق، وأتصور أن مؤسسة المدى وبعض الأخوة الباحثين لديهم نسخ من هذا التقرير. في هذا التقرير حولنا معطيات بعض المسوح إلى مؤشرات رقمية، واستخلصنا معدل أو نسبة المحرومية على مستوى كل محافظة من المحافظات، وقدمناه بفرشة واضحة للحكومة، فإذا أرادت الحكومة أن تستعين كما هو وارد في الدستور بالإشارة إلى معدل المحرومية إلى جانب توزيع السكان، فقد وفرنا مثل هذا الغطاء بأن أشرنا إلى أن هناك فروق بين المحافظات، وأن مثلا محافظة المثنى ظلت لأكثر من مسح وإحصائية ننفذها تقع في قعر التنمية، وهي أكثر المحافظات محرومية. فإذا كانت يعني ما ورد في الدستور يطبق بشكل صحيح، فيفترض أن تعطى أرجحية للمثنى إلى جانب التوزيع النسبي للسكان. فلذلك مطلوب من عندنا الحقيقة أن نوفر التوزيع النسبي للسكان لكي يساعد في توزيع ثمار التنمية. هذه أيضا لقطات مما نفذنا في التعداد التجريبي. الأبعاد التنموية الأخرى للتعداد، لو تلاحظون إن شاء الله في المستقبل القريب استمارة التعداد التي سننشرها على مواقعنا وستكون متاحة للاطلاع، هو مجازا نسميه التعداد العام للسكان، ولكن التسمية الفنية إلى واللي ثبتناها بالاستمارة هي التعداد العام للسكان والمساكن، لأننا إلى جانب جمع بيانات تفصيلية على مستوى الفرد بخصائصه المختلفة التي ستشير إليها السثناء، سنجمع أو سنأخذ معلومات تتعلق بخصائص الوحدة السكنية، نوع الوحدة السكنية عند الولادة اللي يجمل كل خصائص الجانب الصحي، ومنها جوانب الماء والصرف الصحي والبي. لذلك حاولنا أن نستوفي معلومات تفصيلية على مستوى أصغر تشكيل في البلد، الناحية، المحلة، القرى في الريف، حتى نصل إلى مؤشرات تكميلية لجوانب التنمية الأخرى. هذه النواحي التنموية البيئية اللي ترتبط بملكية المسكن وحجم إشغال المسكن ونوع المسكن
عدد الغرف الكلية في المسكن، المصدر الرئيسي لماء الشرب، وسيلة الصرف الصحي، ووسيلة التخلص من القمامة. هذا طبعاً مقطع من مقاطع استمارة التعداد اللي أردنا أن نشير به، لأن التعداد لا يجمع بيانات عن الأفراد فقط، وإنما عن الوحدات السكنية وظروفها التي يعيش فيها الأفراد. الآن نترك المجال للست ثناء حتى تواصل الإشارة إلى هذه المؤشرات. حقيقة بعد هذا اللي هي تخص الأسرة ومكونات الأسرة، عدد أفرادها، الأطفال، تركيبها، التغيرات اللي تطرأ في تكوين أو معدل تكوين الأسرة، مثلاً معدل هاي كل هالأشياء، مثلاً تاريخ الميلاد والعمر يعطينا فكرة عن عدد الأطفال، عدد المسنين، الشباب، وكل ما يحتاج إنهم كل فئة عمرية من برامج تنموية، من سياسات لمواجهة هذه كما أنه يوفر التعداد بيانات عن النوع، العمر، الديانة، الجنسية، القومية وغيرها من التفاصيل المهمة جدا، وعلى مستوى أصغر وحدة إدارية على مستوى المحلة في الحضر وعلى مستوى القرية في الريف. هذه طبعا ما ممكن أي مسح من المسوحات بالعينة ممكن أن يوفرها مثل ما بين دكتور مهدي، وإنما يعتبر التعداد هو القاعدة الأساسية الضخمة لهكذا نوع من البيانات. طبعا من مؤشرات الديموغرافية أيضا نعرف متوسط حجم الأسرة، وهذه أيضا راح تعطينا أيضا بيانات عن النساء حسب الفئات العمرية، الحالة الزواجية. أنا ما أريد أطب يعني بالتفاصيل لأنه هي تفاصيل جدا كثيرة، لأن هذه جزء من المؤشرات اللي نأخذها، جزء من الاستمارة اللي إلها علاقة بالمؤشرات الديموغرافية. مثل ما تشوفون حضراتكم أكو القومية وأكو الجنسية وأكو العمر وتاريخ الميلاد والعلاقة برب الأسرة، عندنا مكان الإقامة وهل تغير مكان إقامته والسبب فيه تغير، بالإضافة إلى هذا أكو بعد ملحق إلى عن الوفيات وعن عدد الولادات وهكذا. هذه هي أهم، وأنا ما أريد أطب بالتفاصيل، التفاصيل كلش كبيرة. نجي على مؤشرات التعليم. توفر بيانات التعداد قاعدة بيانات تفصيلية الحالة التعليمية للسكان وحسب الوحدات الإدارية مثل ما قلنا، ولي أصغر وحدة إدارية، وهذا أيضا يعطينا فكرة عن عدد السكان الأميين اللي في مرحلة ابتدائية وهكذا حسب المستويات العلمية للسكان وللفئة العمرية المعينة، وأيضا علاقات وثيقة ومركبة بين مستوى التعليم والمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، يعني مثل حيث يعني مثلا سن الزواج وإلى علاقة، والمعدلات الخصوبة والوفيات إلها علاقة بالمستوى التعليمي. إحنا نعرف كل ما ازداد تعليم المرأة والفتاة راح يمكن المرأة وفي تأخير سن الزواج وبالتالي خفض حجم الأسرة، وكل ما تحصل الأمهات على مستوى تعليمي أعلى كل ما يكون معدل الخصوبة أقل، وطريقة الرعاية للأطفال تكون أفضل مما يبقي على حياتهم. هذه هي المؤشرات اللي مقتطعة أيضا من الاستمارة. هل الفرد الحالة التعليمية فرد ملتحق، يعني كل فرد من أفراد الأسرة ملتحق أم غير ملتحق؟ نعم. بعدين المرحلة الدراسية الواصلها، بعدين إذا هو ملتحق ما هو الصف أو بياسنة، وبعدين التخصص. فمثل ما نشوف يعني هذا يعطينا قاعدة بيانات مهمة عن مؤشرات التعليم. صوتي سوري. أوكي متأسف. بعدين عندنا مؤشرات العمالة. يوفر التعداد بيانات تفصيلية عن السكان في سن العمل، واللي تحتاجها الجهات ذات العلاقة المعنية بتصميم وتنفيذ سياسات التشغيل والتدريب، يا
لأغراض تحسين وتطوير قدرات الإمكانات. بعدين هناك المهنة والنشاط الاقتصادي اللي ينتمي إلى هذول المشتغلين. بعدين أرجع أحمد. أوكي. طبعاً هذا يوفر لنا بيانات كافية عن واقع أسواق العمل المحلية وحسب النوع الاجتماعي، تفسير الفجوة في العمالة بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف، عدد السكان النشطين اقتصاديا. بعدين هذه كلها بيانات توفر مؤشرات مهمة جدا للباحثين والدارسين ووضعي السياسات. احنا دائما نحكي عن البطالة والبطالة ومعدل البطالة ومفهوم البطالة، راح تكون بيانات التعداد الطينة بيانات مفصلة عن الإشغال والبطالة والمشتغلين. حقيقة إذا نشوف الاستمارة، جزء من الاستمارة اللي لها علاقة بهذا الموضوع، العلاقة بقوة العمل خلال الأيام السبعة السابقة فيعمل بأجر، وهكذا أن تفصيل للعمالة مستوى العمالة. بعدين مشتغلين وعاطلين اللي سبق لهم العمل، قطاع حكومي أو عام مختلط تعاون، وهكذا المهنة الرئيسية بالتفصيل وإلى أي نشاط اقتصادي تنتمي. فهذه تنطي القاعدة الأساسية لواضعي السياسات والمخططين إلى أنه يخلون البرامج التنموية لهذه الشريحة من السكان. حقيقة هو هذه الاستمارة اللي إلها علاقة بهذه الشريحة، هل يعاني الفرد من إعاقة؟ لكل فرد من أفراد الأسرة راح نسأله، ونوع الإعاقة ودرجتها والسبب الرئيسي للإعاقة. فهذا يوفر بيانات مهمة جدا. الحقيقة أكو بيانات، أكو مؤشرات أخرى كثيرة أيضا توفرها التعداد، بس أنا ما أريد أدخل، إحنا رحنا على المؤشرات الأساسية. حقيقة أكو توجهات جديدة في التعداد عام 2009 اللي يختلف عن التعدادات السابقة، فأترك المجال الدكتور مهدي إنه يتكلم عنها. طلع في الشيء من التعداد، ولكن للأمانة تعداد السكان لعام 1997 طلع في عام 2001، يعني بعد مرور 4 سنين يلا طلعنا النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة 97. وأنا أتساءل الآن ما هو جدوى الاستفادة من تعداد نطمح أن نستفيد منه في خطط 50 و20 إذا كان تطلع نتائج بعد حوالي 4 أو 5 سنوات، ليس في العراق فقط، حتى لا يعني دائما نشير بالتراجع في أدائنا في اليمن بعد مرور يمكن 5 أو 6 سنوات يلا طلعت نتائج، في مصر أيضا. ولذلك صار تحول في عملية إدخال البيانات. باختصار هناك الآن 3 منهجيات حديثة. المنهج الأول هو استخدام اللابتوب بالميدان، أنت طالع عداد بيدك اللابتوب وقدامك بالشاشة تطلع الاستمارة وتروح تدخل البيانات، وهذا الأسلوب استخدمته الإمارات في تعداد 2006، وبصراحة أقول استمر العمل الميداني حوالي 3 أشهر بإمكانات الإمارات وبعدد سكانها القليل. فإذا هذه الطريقة جيدة، ولكن تتطلب أيضا تكاليف باهظة حتى تنجزها في وقت مناسب. الطريقة الأخرى طريقة ما يسمى بالهاند هيلد أو البي دي اي، هذا أيضا في الجهاز مثل كالكوليتر الصغير، يختلف عن الحاسبة أبسط من عنده. هذا يحمل العداد ويروح للأسرة ويبدي يدخل بياناته، وكل فترة يفرغ البيانات وهكذا. هذا بالمنطقة العربية استخدم فقط في سلطنة عمان، وعلى وجه التحديد في مدينة في العاصمة مسقط فقط، اللي أنا أيضا يتطلب مهارات عالية وتكاليف عالية. الأسلوب الثالث الذي بدأ يشيع استخدامه في المنطقة العربية هو أسلوب الماسح الضوئي، الاسكانر. شلون جهاز الاستنساخ رأسا نصور بالاسكانر، رأسا تدخل الاستمارة مرة واحدة بالجهاز ويتم التقاط صورة فوتوغرافية، خلي أقول لها صورة بالماسح، ولكن بعد هذه الصورة
تبدأ برامج حاسبة تحول الصور إلى أرقام بحيث نستطيع التعامل معها ونطلع بياناتها. في المنطقة العربية أول دولة استخدمت هذا النوع هي المغرب في 2004، وتبعتها كل من ليبيا في 2005، مصر في 2006، والسودان في 2008. ونعتقد بعد أن اطلعنا على تجارب هذه الدول، نعتقد أن أكثر التجارب يعني غزارة في ملاحظاتها كانت تجربة جمهورية مصر العربية، ولذلك حصلنا على دعم فني ومالي كبير من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاطلاع على تجربة مصر وعلى تدريب كوادرنا. حوالي أكثر من 100 شخص دربناهم، قسم منعتهم ظلوا شهور في مصر إلى أن استكملنا آخر مرحلة من مراحل التدريب يوم 16/7. كل كوادرنا الآن أصبحت مهيئة على استخدام الماسحات الضوئية. انتهينا من استيراد 20 جهاز سكانر بالوقت اللي مصر استخدمت 12 جهاز فقط. احنا جبنا عدد أكبر حتى عملية الإدخال والمعالجة لا تستغرق كثيرا. في الحقيقة بنينا قدراتنا كاملة من الناحية الفنية يعني في إطار استخدام الماسح الضوئي، والآن عندنا مبنى جاهز لهذا العمل الكبير. هذا العمل حقيقة بمزايا كبيرة جدا، أنه هو مثل على النقيض من استخدام الحاسب، هو لا يتطلب وقتا كثيرا، لأن السجل بكل استماراته تدخل مرة واحدة ويبدأ الجهاز الماسح بالتقاط الصور، ثم البرمجة تكون جاهزة بتحويل هذه الصور إلى أرقام ومعطيات نستطيع أن نستخرج البيانات منها. ثانيا هذه السرعة، ثانيا الدقة المتناهية. إذا ضمننا عملا دقيقا في الميدان، على الأقل حتى نركز على الميدان بالعمل الدقيق، فإننا سنضع الإشكالات أو التخوف في المكتب جانبا، لأن ما سيرد في الميدان سيدخل نصا في المكتب. والنقطة الأخرى هو مسألة السرعة وعدم الحاجة إلى الكوادر الكبيرة. نحن باستخدامنا لهذا الأسلوب وطبقا للتوقيتات الزمنية سنطلق نتائج التعداد بعد أقل من 12 شهر من تنفيذ التعداد. وهذا والمنظومة الأخرى هي منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS. كنا سابقا نستخدم هاي الخرائط الورقية مالت البلديات التقليدية وبس حتى نتحقق من والأسرة اللي ينزل باستمارة التعداد ينزل على قاعدة الصور الفضائية، ولذلك بعد ما تنتهي نتائج التعداد راح تنعكس كلها على الصور الفضائية. فالأبية 800 بيت أريد أعرف إيش قد أمين وين ذول الأمين حتى أسوي لهم برامج توعية باستخدامنا. أريد أعرف الأطفال اللي يدخلون بالصف الأول الابتدائي راح أعرف بالضبط وين مواقعهم باستخدام واضح عنده هذه المنطقة بها 500 طفل في المرحلة الابتدائية، بينما هذه المنطقة بها 70 طفل وهكذا، فيحاول يضع أولوية 11:25 دقيقة والآن 11:25 دقيقة حتى أترك المجال للأخوة المعاقبين. شكرا لانتزامك بالوقت الدكتور، وحقيقة المنهاج المثبت أمامكم، هذه الطاولة تشهد حضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والمحللين والاختصاصين في الشأن الاقتصادي. الآن هناك تعقيب للدكتور مناف الصائغ وهو من المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي، وحقيقة الدكتور مناف الصائغ هو أحد الباحثين والأكاديميين المهمين. أكثر المعلومات اللي كنا نستند عليها هي مؤشرات الإحصاء السكاني لعام 1977. أنا ما أريد أضيف على اللي ذكره الأستاذ الفاضل الدكتور العلاق، لأنه أوجز أغلب الأمور ووضحها، وعندي يعني القناعة والقدرة في قدرة الجهاز والإنسان العراقي على أداء هكذا تعداد، وخصوصا في هذه الظروف اللي نمر بها الآن. كما تعلمون هناك استقرار أمني نسبي، نتمنى أن يتواصل هذا الاستقرار وأن يتعزز. كذلك هناك عملية إعادة إعمار للبلد رغم كل المؤشرات اللي موجودة على هذه العملية، لكنها هي عملية نستطيع أن نقول بداية ناجحة لانطلاقة حقيقية إن شاء الله على الأربع سنوات القادمة. هذه جميعها مع الإحصاء الذي سيتم إن شاء الله في الشهر العاشر،
والذي نأمل أن لا تعوقه يعني التجاذبات السياسية والرغبات الشخصية لبعض الإخوان العاملين في المجال السياسي، لأن بالفعل مثل ما ذكر الدكتور ضمن معرض حديثة لا نستطيع أن نؤدي بناء اقتصادي سليم وخطط اقتصادية وعملية تنمية للإنسان وقدرات هذا الإنسان وإمكانياته والقفز به إلى موضوع الرفاهية اللي احنا نتحدث عنه بشكل عام إذا ما يكون عندنا المؤشرات الأساسية اللي نستطيع من خلالها أن نبني الافتراضات التي نعمل من أجل تحقيقها. على سبيل المثال وبشكل يعني واضح، نحن في المركز العراقي غالبا ما نعاني من عدم قدرتنا على إنجاز الدراسات القياسية اللي تعتمد على الأرقام والبيانات، ونعتمد على الدراسات الوصفية حاليا لعدم وجود بيانات يمكن الثقة بها والاعتداد بالأرقام الموجودة، أيضا مثل ما ذكر الدكتور هناك الكثير من المعطيات تغيرت، هناك كثير من المؤشرات تغيرت، هناك كثير من التفاصيل على أرض الواقع اختلفت من حيث تواجد السكان، من حيث النمو السكاني، من حيث أمور كثيرة تتعلق بنشاط المجتمع وانعكاساته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى آخره. ولذلك لا نستطيع أن نعطي بيانات يفترض أن تكون في دراسات علمية رصينة، وهذا أيضا يعني يألمنا، ولكن أيضا لا نستطيع أن ندخل أنفسنا أو نقحم أنفسنا في أرقام لا نعرف مدى صحتها ومدى مقاربتها للواقع اللي إحنا نقدم دراساتنا على ضوءه. من هذا المنطلق يعني نتمنى أنه بهذه العملية أن تتم بشكل إيجابي وسليم، وأؤكد يعني قناعتنا وقدرتنا بهذا الجهاز وقدراته وإمكانياته على تحقيق هذا التعداد لما إلى من أثر كبير في بناء ما سيتم لاحقا من عمليات نمو اقتصادي وخطط إلى آخره. أقدم شكري وتقديري مرة أخرى إلى الأستاذ عباس وإلى الدكتور، وشكرا جزيلا للسادة الحضور للاستماع والإنصات. شكرا جزيلا. قدام حسين ما يغير ما بدأ له التغيير في الخارطة السكانية لمدينة كركوك، فعندنا الإحصاء السكاني لعام 1936، هذه ملاحظة تبين إيش قد العالم مو بس إحنا نهتم بسكاننا، وإنما أولاً مخططي السياسة العالمية والإقليمية يهتمون بها، ولها علاقة بعدد من الأمور إحصاء السكان. مثل ما العنوان ينبئ لهذه الحلقة هي الأبعاد التنموية الاقتصادية للتعداد السكان، أبعاد تنموية على المستوى المحلي عندنا بالعراق، بس هو أيضا بالعراق وله صلة بالعالم بالوضع التنموي ونمو الاقتصاد العالمي. هو تعداد محلي ولكن له علاقة مباشرة أيضا في وضع التنمية في العالم، ومجموع البلدان تشكل الإطار العام ووزن وأهمية هذا العامل. مخططي السياسة العالمية اليوم يهتمون بما يسمى مجتمع الصفر. شنو مجتمع الصفر؟ وصلت البلدان المتقدمة إلى حالة من الإشباع الاقتصادي بحالتها، وتراخي الطلب، ولكن بدأ أن هناك جزء مهم من العالم ممكن أن يشكل مصدر لإدامة الطلب، وهي البلدان النامية. البلدان النامية فينبغي التركيز على مثل ما تفضلوا الأخوان أنه هناك تعداد السكان ليس فقط يتعلق
بعدد السكان وأنواع والخصائص السكانية والمكاني، وإنما الوضع مؤشرات معدل الدخل الفردي، الوضع الصحي في المجتمع، التوازن الجنسي، يعني يسموه جندر بالانس وجندر امبالانس بين الجنسين الذكر والأنثى، معدل الخصوبة، تركيبة السكان العمرية الشباب أو الشيخوخة. هذه قضايا مهمة تراعيها السياسة العالمية، لأن إحنا يهم مخططي السياسة العالمية أن تنمو هذه البلدان وفيها نمو مستمر ولغرض إدامة النمو الاقتصادي العالمي. فلو كانت هذه البلدان فقيرة واستمرت في حالة الفقر فسيكون تباطؤ، فبدون أن يكون عندنا مستوى من التعليم كافي ومستوى من الصحة كافية، فكيف سيجري إدامة هذا الاقتصاد العالمي؟ لابد من توفر قدرات شرائية كافية عندنا، لابد من توفر مستويات كافية من التعليم. بدون وجود مستويات تعليم كيف نشتري هذه الأجهزة العظيمة اللي تفضل بها الدكتور في الإحصاء وفي الكمبيوتر وغيرها؟ إذا كانت هذه المجتمعات مريضة أو فيها مستويات عالية ودرجات عالية من وفيات الأطفال التي يفصح عنها إحصاء السكان، إذا كان هناك ما يفصح عنه إحصاء السكان وهو الاختلافات الفظيعة والكبيرة في الخلل التوزيع الجغرافي، يعني العراق مثلاً كله بس بغداد وكم أحياء بيها وبقية كل العراق فقير، هذا يعني تهتم أكو جهاز بالعالم اللي يقودون العالم يراقبون هذه القضايا في هذه البلدان. لابد أن تكون فيها نمو متوازن، معدلات دخل مستمرة في النمو، أوضاع صحية متطورة، عدل، capacity building ما يسموه بناء القدرات، مستويات تعليم عالية. فبدون هاي راح تتأثر السياسات العالمية بعد. فلذلك يعني هي مو قضية احنا، لان تمام احنا يهمنا هاي، يهمنا ان ننمي بلادنا ونستعمل السكان ونستعمل احصائيات السكان لاجل تحقيق اهداف تنمويه وصحيه والى اخره ونرسم خطط والى اخره، لكن ايضا هناك من يهمهم العالم وهم الان المشرفين على توجيه السياسه العالميه، امريكا والدول الكبرى. هذه حتى اذا احنا ما نريد نسوي لازم نسوي، فيراقبون هذا ايش يصير. ما يسوي عدل، ما ينمي هذه البلدان، يطلعوه بعدين وراء فترة يعني بطريقة أو بأخرى. فلذلك إحصاء السكان هو ليس فقط متطلب وطني إحنا نطلبه، وإنما السياسة العالمية تقتضي. هناك قضية أخرى نسمعها في حين آخر، قضية القنبلة السكانية، قضية شيخوخة السكان في البلدان الغربية وفي أردن أوروبا. مجتمع الصفر اللي قلنا أنه هذا لإدامة الاقتصاد العالمي، لابد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. فإذا نخلص إلى هذا أن إحصاء السكان وإن كان هو مطلب وطني ولكنه أيضا مطلب عالمي، وهو يتعلق علاقة مباشرة ذو أبعاد وذو علاقات وتأثيرات مباشرة مع الاقتصاد العالمي. أني هذا حكينا على هذا المستوى، على مستوى يعني شكم أنا كشخصي، خبرتي الشخصية، أني باحث اقتصادي، أني ماكو أسبوع، من النادر أن يمر أسبوع ما أرجع إلى إحصائيات السكان أستعملها في دراساتي. أني أحصل فلوس من وراء إحصائيات السكان، أسوي دراسات، أرجع إلى إحصائيات السكان أطلع نتائج تعجب الناس اللي أسوي لهم الدراسات، يقولون هاي شلون طلعتها؟ لأن أني أخذ مقارنات
لأجل أن أعرف معدلات احتياج العراق لمادة معينة، سوق العراق، حجم سوق العراق، فأخذ وأبني سيناريوهات، وعندي أطلع مال بلدان أخرى مختلفة ومتشابهة، مثلا في عدد الوحدات السكنية التي تبنى سنويا مقابل كل 1000 من السكان، عندي مال بولونيا ومال سوريا ومال تركيا ومال أمريكا ومال أوروبا، أخذ بلدان مقاربة، أن هذا واحد من الخيارات وبدائل شلون أتوصل، يعني how to approach how to access، يعني شلون أوصل إلى نتائج، أنطي رؤية للي يريد يتخذ قرار. فكذلك اليوم عندنا المبادرة، الدولة مو تنتظر اليوم أنه يصير فتشي نحتاج هالقد مدارس حتى نبني مدارس اليوم، لا، بدأ وصاروا عندنا هالقد، لا، من الآن أخطط إلى 10-15 سنة إيش قد لازم يصير عندنا مدارس، لوش في ضوء إحصائيات السكان هاي وفي ضوء اتجاهات السكان اللي صارت هذه. أنا قلت لك ماكو، يعني في المدارس إجينا بدنا نسوي مدرسة مثالية، يعني مثل مدرسة بغداد الدولية، بغداد انترناشنال سكول، ونريد نشوف مدى احتمال نجاح، جيت على الفئات العمرية اللي تخص هذا العمر اللي يدخلون بهاي المدارس، بعدين اخترت وين هذه، في اي منطقة من بغداد، ولوش تصير، وشلون شنو احتمالات نجاح هذه، هذه كلها لها علاقة بالسكان. شكرا. أتاحتها الفرصة للأكاديميين والمثقفين والإحصائيين، ونشكر الدكتور مهدي العلاق والأخت على توضيحهم يعني ما سيكون عليه التعداد السكاني المرحلة القادمة. بالطبع أنه التعداد السكاني هو أهم وسيلة إحصائية، وأهم وسيلة لإحصاء أهم مورد اقتصادي ألا وهو الموارد البشرية. وبما أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها، لذلك فإن عملية التنمية يجب أن يسبقها إحصاء للموارد البشرية. ناهيك أن عملية التعداد السكاني ما تشتمل فقط على السكان، يعني مثل ما ذكرت حضرتها الأخت والدكتور ذكر أنه لا تشتمل فقط أنه على تعداد سكاني فقط، لها أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية وإحنا مو بصددها اليوم. التعداد السكاني يلعب دور أساسي لكل عمل اقتصادي كما هو معروف، ويشكل حجر الزاوية بأي نشاط اقتصادي، وهو الأساس لتحقيق الرفاهية الاقتصادية، وهو طبعا مهم جدا، ولا أعتقده برغم أهميته وهو مهم جدا، لا أعتقد أنه ستكون بالمهمة السهلة على الجهاز المركزي للإحصاء بالطبع، رغم أنه تفصيلاتهم ورغم أنه وضعوا الماسح الضوئي والسكانر وهذه التقنيات اللي ما متبعة إلا بلدان قليلة في البلدان العربية اللي ذكرها المغرب وعمان وفي الإمارات، رغم ما ذكر أنه عددها السكاني قليل جدا وتملك تقنية لا نقول هائلة بل يعني جيدة جدا، لكن استغرق 3 أشهر مثل ما تفضلت. طبعاً أنا أذكر فقط أنه تمت إعداد الموازنة الفيدرالية لعام 2010 إلى 2014، هذه طبعاً فيها نظرة مستقبلية كوني أنه أنا أدرس دراسات مستقبلية، هناك في الموازنة كنا نعرف أنه أكو عدة متغيرات وهناك فروقات في بين تلك المتغيرات، أهم شيء وأهم خلل أو من الـ يعني الهفوات اللي تحدث بالموازنة هو الفروقات ما بين النمو الاقتصادي وبالمقابلها النمو السكاني، هذه يعني يجب الأخذ بها، والتعداد السكاني هو أكيد يفيد هذه الدراسة. إذن يفترض بعد التعداد السكاني وضع أو بناء الموازنة اللي ذكرتها المستقبلية لعام 2014. أنا أشكر الحاضرين وأشكرهم على كل شيء، شكرا جزيلا. جوانب
هذه التعداد الذي سوف يكون في هذا العام أو العام القادم مهم جدا، خصوصا بكل تفاصيله ودقته وشموليته. وممتاز جدا ابتعد الجهاز المركزي للإحصاء في استماراته عن الجوانب السياسية والأمنية والطائفية، وياريت يبتعد أيضا عن الجوانب الأثنية حتى أن تكون أفضل بإملاء الاستمارات هاي. المخططين الاقتصاديين استراتيجيين ينتظرون هذا التعداد حتى وفق هذا المعطيات والبيانات يستطيعون أن يخططون لبرامج وخطط ومشاريع تقدم إلى صانع القرار السياسي أو متخذ القرار السياسي لتنفيذ هذه البرامج والخطط الاقتصادية بالعراق. أنا ما أريد أطيل هواية لأن هم الكل عقبوا وأنطوا شرح تفصيلي كامل عن الموضوع، فيا حبذا أن يبتعد عن الجانب الأثني في الاستمارات لكي يكون متكامل الإحصاء. وشكرا جزيلا. هذه النسب تساعد الدولة في رسم سياساتها المالية والتعليمية اللتين تهدفان إلى تقليل أو تقليص نسب البطالة عن طريق إيجاد فرص عمل له وإصدار القوانين والتعليمات التي تساهم في تحقيق ذلك، وكذلك إنشاء المدارس وتوزيعها حسب حاجة المناطق بما يمكن من توفير فرص التعليم وتخفيض نسبة الأمية، الأمر الذي له انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي في البلد. ثلاثة، إن تحسين المؤشرات الاجتماعية المستمدة من المعلومات الإحصائية يؤثر بشكل إيجابي على إمكانيات النمو لدى البلدان، فالبلدان التي تعطي أولية لتحسين القدرات البشرية من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، وهذا سيساعد في تحسن أوضاع المعاش للمواطنين فضلاً عن تحسين توزيع الدخل فيما بينهم وتخفيف حدة الفقر وارتفاع متوسط الدخل على الأمد البعيد. أربعة، تساعد معلومات في إعداد التقديرات السكانية للفترة الممددة ما بين تعداد سكان وآخر، إذ تقوم الدولة عادة بإجراء التعداد كل 10 سنوات مثلاً، وهذا ما جرى عليه العمل في العراق. خمسة، إن رسم السياسات المالية والتجارية والنقدية المعتمدة على معلومات دقيقة عن السكان وخصائصهم يساهم في تحقيق أهداف تلك السياسات والتي تساهم في تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة. ستة، أن قياس النمو الاقتصادي في العراق سيعتمد على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والذي سيكون بنسبة معينة، وبالاعتماد على نسبة النمو السكاني يمكن معرفة نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، فلو كان الناتج المحلي الحقيقي مثلا 4 إلى 5 إلى 4%، في حين أن نسبة النمو السكاني هي 4% سنويا، فسيكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هو 4%. سبعة، من خلال المعلومات الإحصائية عن السكان سيكون معلوما لدى راسمي ومنفذي السياسات في الدول عن العمال الماهرين وغير الماهرين في مختلف الاختصاصات، مما يمكن من اتخاذ القرارات لتسهيل إنشاء المعامل والمصانع والشركات ومنحهم التسهيلات اللازمة والحوافز الضريبية وغيرها، وهذا يحقق مردودات إيجابية للاقتصاد الوطني فضلا عن تخفيض حجم البطالة. ثمانية، وأخيرا، إن من أهم الأمور التي ترتكز عليها الدولة هي قطاعات الصحة والتعليم والدخل، وأن المعلومات التي وفرها تعداد السكان تساهم في دعم خطط الدولة وتنفيذها بشكل سليم على مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاعات التي ذكرناها في كلمتنا هذه. شكرا جزيلا تفاعلهم معنا في إقامة مثل هكذا حواريات، ونشكر أيضا باسم مؤسسة المدى الحشد الذي أمامي من الخبراء والأكاديميين. شكرا جزيلا لكم، وإلى طاولات مستديرة أخرى. العفو أستاذ سهيل، أنا آسف جدا. نعم، يعني معلومات السكانية إحنا لسه الدستور من منا، ونفس لجنة الإعداد الأستاذ مالك قال السرعة، شنو جدوى التسرع من ثبت واقع سكان جديد لمناطق السكون غيره مواقعهم على خلال كل حدة الاستمارة، يعني أكون أقبال أما إذا كان في قرار سياسي هاي مسألة أخرى، هذا تحقيق. في الآخر بالنسبة لأن يكون في أمريكا هذا هم راح ينزل الاستمارة بظرف من ذهب وكل أمنيها والمواطنة العراقية، إذا يسمح طرحك ويتفضل الدكتور يجاوب. شكرا.
هناك بعد ملاحظه حتى جاوب مره واحد. ممكن اكو بعد العفو دكتور بخصوص محافظه كركوك يعني. بس اسم حضرتك اسم حسن السعداوي نائب رئيس اتحاد الجامعه. يا مرحبا بك. طبعا هنالك خطه تنمويه خمسيه مقبلين عليها و يعتمدون على الاحصاء السكاني والتنميه الموارد البشريه، هل اخذتم بالاعتبار ايضا مسح للموارد الطبيعيه حتى المخطط الاقتصادي يكون عنده تكامل والبشريه؟ دكتور تجيب مجملا على الأسئلة والأثيرة. طبعا شكرا جزيلا لكل السادة والأخت المعقبة. أنا لاحظت أن الغالبية كانت تشير إلى تأكيد مرة أخرى على أهمية التعداد وعلى القلق المشروع من إمكانية الوصول إلى نتائج دقيقة. وأستاذ علي الفكيك يربط بالجانب الدولي. بالنسبة للعلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بالحقيقة جزء من الأسئلة المهمة التي أثيرت هي في استخدامات التعداد. يعني أنا بعد أن يعني يجب أن ننظر للتعداد بواقعية، كل ما يوفر التعداد هو قاعدة بيانات، لكن الجانب الأهم من هذا هو استخدامات أو توظيف قاعدة البيانات لربطها بالجوانب الأخرى سواء في التخطيط أو التنمية. وإحنا كنا نقول يعني لا تخطيط أو تنمية بلا إحصاء. فالحقيقة التعداد كل ما يوفره هو قاعدة البيانات، وما على المعنيين والخبراء إلا الاستفادة من هذه القاعدة لتوظيفها في عمليات الربط أو التحليل. ولكن من جانبنا يجب أن نحرص بشكل شديد جدا على توخي الدقة. يمكن احنا أشرت إلى أننا في الجانب المكتبي ركزنا على موضوع الماسحات الضوئية، ولكن في الجانب الميداني مثل ما أشار الأستاذ العبيدي، نعم هناك عادة عملية كبرى يسخر لها 250 ألف أو 200 ألف عداد، لابد أن يكون مستوى التأهيل متباين، الإمكانات البشرية مختلفة، الرغبة بالعمل مختلفة. ولكن للأمانة أقول بأن عمليات التعداد في العراق، يعني خصوصا التعدادات الأخيرة ولعل التعداد 77 هو الأفضل من بينها، خضعت دوليا للكثير من عمليات الاختبار و تدقيق الموائمة وإلى آخره. نعم هناك ملاحظات، ولكن تعدادات في العراق تعتبر أفضل بكثير من تعدادات دول أخرى. هذا الجانب أولينا أهمية كبيرة في حسن تأهيل الكوادر. لا أريد أن أدخل بهذه التفاصيل لأن لدينا منهجيات ضخمة في هذا الموضوع، ولكن نطمح أن يكون تأهيل الكادر الآن بشكل أفضل بكثير مما كان عليه سابقا. الملاحظة الأخرى الابتعاد عن الجوانب اللي تثير الحساسية في الاستمارات. احنا تاريخيا في تعدادات العراق كانت هناك أسئلة عن الديانة وهي معروفة، وعن القومية وهي أيضا معروفة. ومنذ أن بدأنا التفكير بعام 2004 بتعداد جديد ركزنا على هذين السؤالين، ولا أخفي أن هناك جدلا كان يدور وانتقادات كانت تثار بإضافة مسألة المذهب وإلى آخره، وهناك ربط لأن موضوع المذهب مشار له في كثير من دول العالم. لماذا نحن في ظل الديمقراطية والحرية لا نشير إلى المذهب وهو حق وإلى آخره. نحن في الجهاز أشرنا إلى أن التعداد يجب أن يوازن بين مجموعة محددات أو مؤثرات، وفي هذا الظرف الحالي اللي عشناه واللي رافقته اضطرابات عرقية أو إثنية، لم نرى أن هناك موجبا لإضافة هذا السؤال
بما قد يربك عملية التعداد وبالنتيجة يضعف من يعني النتائج الكلية للتعداد. فبصراحة أقول أصرينا على ليس من وجهة نظر سياسية ولكن من وجهة نظر فنية. الإحصائي وهذه موجودة في توصيات الأمم المتحدة يجب أن يبتعد مصمم استمارة التعداد عن الأسئلة التي تثير الحساسيات والتي قد تعصب بالتعداد عن أهدافه الحقيقية. فإذا ساحة غير مستقرة فيها الكثير من الإشكالات لم يكن من الحكمة أن نضيف سؤالا عن المذهب، وهذا الحقيقة كان واضح في الهيئة العليا للتعداد وفي الجهاز مركزي الإحصاء منذ البداية. واقترن هذا بمباركة يعني مرجعيات دينية كبرى، ولذلك قفلنا الطريق على موضوع المذهب برغم أنه هناك إثارات إعلامية بين فترة وأخرى أن المذهب سيضاف أو سيحذف، وأنا أكثر مرة بإعلام أقول هو ما موجود حتى نحذفه، هو أصلاً السؤال عن المذهب ما خلينا إحنا في أي، قلت لهم أنا عندي 100 درافت لأن الأخوان سألوني عن الاستمارة هل تعرضت للمراجعة مع وزارات، إحنا الاستمارة بلا مبالغة 100 مرة أعدناها، قلت لهم تعالوا شوفوا 100 درافت 100 مسودة ما راح تلقون سؤال المذهب موجود في استمارة التعداد. لماذا يوم 24/10 الحاج سهيل وهو رفيق دربي في الحج ونساني طبعا كنا في قافلة واحدة؟ لا أبدا لا. ف 24/10 بالحقيقة كل تعدادات العراق تاريخيا ترتبط بشهر تشرين الأول وبشكل محدد في النصف الثاني من تشرين الأول، كلكم تتذكرون تعداد 77/17/1، تعداد 87 يمكن 17/1، تعداد 97/16/1، تعداد 57/12/10، كل تعداداتنا في العراق شهر العاشر للأسباب الآتية. وفي مجلس الوزراء سئلت هذا السؤال بشكل محدد، أنت ليش تصر على شهر 10 وإحنا نريد نخلص التعداد قبل فترة؟ هذا الكلام الآن وليس السنة، زين خلوها بالسبعة حتى نلحق نسوي قوائم ناخبين والآخرة. قلت لهم أولا لا صلة للتعداد بالناخبين، هذا عمل تنموي، لزجوا بالتعداد لأنه الانتخابات إذا زجت بالتعداد تسيس التعداد ووقعنا في إشكالات. توصيات الدولية تقول ابعد التعداد عن أي استخدامات حساسة جدا، فإحنا غير معنيين بقلق مجلس الوزراء، احترامي لكم وإحنا مؤسسة حكومية يجب أن أيضا نلتفت للتوصيات الدولية. فشهر 10 الأسباب التالية، أولا انتهاء موسم الاصطياف والسياحة وهناك استقرار سكاني، ثانياً بدء الدوام المدرسي وهو الشيء الأكبر اللي يضمن للأسر أن تسكن في مكاناتها، ثالثاً اعتدال الجو في العراق، العداد يشتغل بظروف مناخية مناسبة لا مطر ولا حار ولا برد. هذه ببساطة لماذا شهر تشرين الأول، هذا ممتد لحسن الحظ في كل تعدادات العراق السابقة. الموضوع حساسية الظرف، أنا قلت حتى لو نفذنا التعداد في 24/10 الانتخابات ما راح تستفيد من عندنا نهائياً، ولكن أنا قلت في بداية الكلام أن التعداد أقولها بصراحة يسير إلى التأجيل، عد السكان سائر نحو التأجيل إلى ما بعد الانتخابات، هناك تخوف من زج عملية الانتخابات والتعداد وخلط الأوراق، فالاتجاه إحنا ننتظر قرار مجلس الوزراء أما أن يكون التعداد في شهر 4 أو في شهر 10، وبينا مزايا وعيوب كل من التاريخين من الناحية الفنية، نأمل خلال أسبوع أن يصدر قرار مجلس الوزراء. بس أنا أريد أبين نقطة واحدة، بالحقيقة قاعد يصير عندنا شوية يعني التباس في استخدامات التعداد. أخوان التعداد طبقاً لما ثبتناه في التشريع والدستور ويعني القانون التعداد لا يثبت أي استحقاقات لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى المناطقي، يعني لأن هدفه هو هدف تنموي. يعني إذا عدينا الناحية سين مع محافظة نينوى وهي أصلاً تابعة إلى أربيل، أو بالعكس عدينا هذه الناحية مع أربيل وهي تابعة إلى نينوى، ثبتنا بشكل صريح واضح أن التعداد لا يثبت أي حق بعائدية منطقة أو جزء من منطقة أو شارع إلى منطقة. كل ما هنالك نحن بالتعداد مثل ما نطبق توصيات دولية، كل من نجد في منطقة يعيش فيها نعده. إذا الآن تدار من قبل محافظة مثنى نكتب محافظة مثنى، إذا النجف نكتب النجف، إذا نينوى نكتب نينوى، ولكن لن يكون وثيقة بيد أي جهة سياسية لتثبيت حق لتلك المنطقة. هذا واضح وصاير اتفاق عليه سياسي، لن يثبت أي حق بهذا، لكن مثل ما بينت إحنا نريد نعد السكان في مناطق تواجدهم، ولكن أحطنا نفسنا بأسئلة إضافية، سألنا عن محل الإقامة السابق
وبذلك نستطيع أن نميز المهجرين من المهاجرين من السكن الأصلي على مستوى أصغر تشكيل حتى الشارع والزقاق والقرية. بالنسبة للعد خارج العراق، أخواني إحنا سنجري عد خارج العراق، سنجري عد خارج العراق، ولكن كل نتائج التعداد اللي يعول عليها على المستوى الوطني وتحظى بالقبول الدولي هي نتائج من يسكن داخل الحدود الإقليمية للبلد. لن تحسب امتيازات قومية أو عرقية أو إثنية لأي أعداد من السكان طالما هم خارج العراق. نعم نجمع بيانات عن عدد سكان العراق خارج العراق، وبالمناسبة هذا ليس شرطاً ولا هو جزء من التعداد. إحنا الآن مشكلة هيئة استشارية دولية لدعم العراق بالتعداد، بها كبار الإحصائيين في العالم، رئيس قسم الإحصاء في الأمم المتحدة، رئيس قسم الإحصاء في صندوق الأمم المتحدة للسكان، كبير الإحصائيين في أوروبا في الاتحاد الأوروبي، كبير الإحصائيين في أستراليا، كبير الإحصائيين في الهند، وإضافة إلى حوالي 10 خبراء دوليين اجتمعنا قبل شهر. واحدة من الإثارات اللي سئلنا عليها هم يفضلون أن نفصل بين عد العراقيين في الخارج وبين عد من هم داخل العراق، لأننا في داخل العراق نعد حتى غير العراقيين، ولكننا نشير إلى أن هذا عراقي يكتسب الجنسية وهذا غير عراقي. وبالنسبة لتعدد الجنسيات احنا ما استعرضنا كل استمارة التعداد، عندنا حق المحدد نسأل به عن الجنسية، هل يمتلك جنسية واحد عراقية أم يمتلك جنسيتين، وإذا كان يمتلك الجنسيتين ينطينا الجنسية الأخرى. فبس لنشير أن عد العراقيين بالخارج لا تترتب عليه التزامات ولكنه مفيد، وأبين أن بعض الدول لا تجري عداً لرعاياها في الخارج. مصر هذه اللي بها ملايين المصريين في خارج مصر لم يجمعوا أي بيانات عن المصريين في الخارج، لأن الأساس في التعداد هو لمن في داخل البلد. بالنسبة لموضوع الهوية التعريفية، أنا قلت يعني قبل قليل أن التعداد لا يرتبط بأي استحقاقات لا فردية ولا عامة، ولذلك لن تصدر هويات اعتماداً على قاعدة بيانات السكان. وأقول وقد يثير هذا استغرابكم، يعني في كثير من الدول أو في بعض الدول يعني إحنا صح حتى نحصر عدد السكان أجعل الأسرة أسوي أول مرة قائمة بأفراد الأسرة ثم أبدأ بالاسترسال عن خصائصهم العمر والجنس والإلى آخره، فتكتب أسماء أفراد الأسرة. في بعض الدول وعلى سبيل المثال المغرب لم تدخل الأسماء نهائيا، لم تدخل الأسماء، سجلتها حتى تستدل على ضبط الأفراد، ولكن دخلت رقم واحد عمره 17 تعليم إعدادي إلى آخره، لأنه لاستخدامات خاصة أو تعريفية بالتعداد. التعداد أهدافه تنموية، يطلع مؤشرات تخدم المخطط وراسم السياسة دون أن نزجه بأي هذا انتهى مع قيود النفوس والهويات من 57، بعد انتهت من 77 لما تملك الجهاز يعني مسؤولية التعداد أصبح أهدافه تنموية. ولكن نحن بالمقابل جزء من عمل كبير يجري مع وزارة الداخلية بشأن موضوع البطاقة الوطنية الموحدة. أعتقد حضراتكم إذا متابعين الإعلام قبل حوالي شهرين وفي مؤتمر صحفي أنا عضو في اللجنة العليا الوطنية العليا للبطاقة الوطنية برئاسة معالي وزير الداخلية، أحلنا تجهيز المستلزمات إلى شركة فرنسية كبرى، والأجهزة الماسحات تصل إلى العراق، وأحلنا أيضا هناك مناقصة إعداد الدراسات الاستشارية. بشكل صريح أقول بعد حوالي 24 إلى 30 شهر كل عراقي سيمتلك البطاقة الوطنية الموحدة بأرقى مواصفات دولية، وسينتفي العمل بهوية الأحوال المدنية بشهادة الجنسية ببطاقة السكن وبالبطاقة التموينية. نعم. بعد هذه المناقشات المستفيضة نأمل أن نكون قد ألممنا بموضوعة التعداد العام للسكان في بعدها الاقتصادي والتنموي، وأن استفاض الحديث إلى أبعاد أخرى، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الطاولة المستديرة. شكرا جزيلا للدكتور العلاق لحضوره، شكرا للأستاذ ثناء لمحاضرتها، والشكر موصول للسادة المعقبين والمتداخلين، وإلى طاولات وحوارات أخرى تقيمها مؤسسة المدى في قسمها الاقتصادي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.